مشاهدينا في كل مكان تحية طيبة، أهلا بكم، سعيدة بلقائكم في عدد جديد من برنامج الحوار الاقتصادي الذي نفتح من خلاله ملف التنظيمات الاقتصادية بالجزائر ودورها في التفعيل الاقتصادي الوطني في ظرف استثنائي تعيشه البلاد، وهو تراجع المداخيل من العملة الصعبة والتوجه نحو اقتصاد بديل ناشئ بعيد عن الريع البترولي وخلاق للثروة. فتراجع أسعار البترول جعلنا ندرك أن السياسة الاقتصادية المنتهجة منذ الاستقلال ببلادنا أصبحت في خبر كان، وعلينا اليوم أن نتجه نحو تجسيد الإصلاحات الاقتصادية ميدانيا والتي تضمنها البرنامج الخماسي للرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وكذا مشروع تعديل الدستور الذي من المزمع المصادقة عليه في الأيام المقبلة، والذي حمل دلالات اقتصادية هامة تنبئ بالتوجه نحو تغيير النظام الاقتصادي الجزائري بشكل جذري. ما هو دور الباترونة في الاقتصاد الوطني؟ هل تزايد عدد التنظيمات هو اختلاف في وجهات النظر لطبيعة النظام الاقتصادي أو فقط مشكل زعامة؟ هل أن التنظيمات الاقتصادية في الجزائر هي سواء كانت عمومية أو خاصة تستشرف لمستقبل اقتصادي بالجزائر؟ وهل بإمكانها فعلا الإسهام في بناء نمط اقتصادي كفيل بالتصدي للأزمة الاقتصادية الراهنة؟ وما هو التمثيل الفعلي لهذه التنظيمات؟ أسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عليها في بلاطو برنامج الحوار الاقتصادي الذي يستضيف اليوم أولا السيد عبد القادر صماري رئيس النادي الاقتصادي الجزائري ووزير سابق. سيدي أهلا بكم وشكرا على تلبية الدعوة. نستضيف أيضا نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد بن عبد السلام إبراهيم. أهلا بكم سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. معنا كذلك محمد أمين بوطالبي رئيس المركز العربي والإفريقي للاستثمار والتطوير. أهلا بكم سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. ونسيم ضيافات رئيس الجمعية الوطنية للشباب المستثمر. أهلا بكم سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. ونبدأ مع السيد صماري. سيد صماري، استمعتم إلى ما قلته في مقدمة هذا البرنامج. تنظيمات اقتصادية عديدة موجودة بالجزائر، هل كلها تصب في خانة واحدة وهي النهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة في الظرف الراهن الذي تعيشه البلاد، محاولة الخروج من التبعية للمحروقات وإيجاد اقتصاد بديل مبني على المؤسسة الاقتصادية، مبني على البناء، هل هذا هو دور هذه التنظيمات أم شكرا. هي شكر لك هذه الدعوة الكريمة. لا شكرا على واجب سيد صماري. الحقيقة التنظيمات، هذه التنظيمات هي أفرزتها التوجهات الاقتصادية للدولة الجزائرية اللي عندها أقل من 30 سنة في هذا الانفتاح، وعندها أقل من 20 سنة بالانفتاح الكبير هذا اللي أدى إلى خلق وإنشاء مؤسسات اقتصادية خاصة بالإضافة للمؤسسات الاقتصادية العمومية. العدد الذي يتجاوز الآن مؤسسات صغيرة ومتوسطة يتجاوز 700,000 تقريبا، بالمؤسسات لي تي بي او اللي يتجاوز عددهم 300,000. هذا العدد الكبير جدا لا يمكن أن يبقى يتحرك هكذا في انديفيدويلمون، يعني كل واحد يتحرك لذاته، لأن العمل الاقتصادي هو عمل اجتماعي مشترك، وهو عمل اجتماعي، عمل مدني، يعني اللي يحتاج إلى التلاقي، يحتاج إلى التفكير، مش فقط يعني تقرر فكرة ثم بعد ذلك تمشي تنجزها بعيد عن المحيط نتاعك. فوجود المؤسسات أو الجمعيات أو التنظيمات، لأن في اختلاف في التنظيمات اللي هي التنظيمات يعني دو سبيسياليتي، وفي تنظيمات نقابية اللي هي تمثل دي سنديكا، وطبعا الطابع القانوني يختلف. إذن وجود هذا العدد الكبير أنا أعتبره اختلاف رحمة أو بداية رحمة لانخراط هذا الكم الهائل من المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة في عمل اجتماعي تشاركي. يعني هل اليوم السيد صماري باتجاه إلى خلق النادي الاقتصادي الجزائري، أنه السيد صماري ما لقاش الأفكار تاعه في تنظيمات اقتصادية أخرى؟ نعطيك معلومة، النادي الاقتصادي الجزائري أسس سنة
98 ثم أخذ اعتماده سنة 2004. كانت موجودة كونفدراليات، كان موجود 2004 أنا جايك. أنا كنت طبعا كنت في أعمال أخرى، كنت أعمال سياسية. بعد انسحابي من المجال السياسي دخلت في التنظيرات الاقتصادية بحكم الوزارة اللي كنت نشغلها، وبقينا نتكلم في العمل الاقتصادي على الخصوص. العمل الاقتصادي على الخصوص بعد تلك المرحلة وجدت أنا شخصيا لما اتصل بي من طرف أعضاء النادي الاقتصادي الجزائري اللي كانوا أسسوه من قبل، قبل أن وافق مشيت درت إن بروسبكسيون على المستوى الوطني واتصلت، وجدت من 600,000 في ذاك الوقت 600,000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة المنخرطين في التنظيمات في ذاك الوقت لم يتجاوز 10%، 10% من 600,000، يعني ما كانش 60,000. الآن في 700,000 بالإضافة لـ300,000 و400,000 لـTPE المنخرطين حقيقة في كل هذه التنظيمات لم يرتقي إلى 20%. أقول وهذا الكلام أنا نقول وأنا متبعه، نتكلم على كل شركة لوحدها. الآن أنا حتى أدعو طرفين، ندعو الطرف الأول اللي هي التنظيمات الموجودة أن تتحرك لجلب أكبر عدد ممكن من هذه المؤسسات الاقتصادية سواء العامة العمومية أو الخاصة. ثم أدعو الناس الذي لم يجد، قد يجد ربما ما يجدش فكرته، ربما ما يجدش رأيه، ربما ما يجدش المقاربة لابروش إيكونوميك اللي هو يشوفها، لا يعني ليس عيبا أن هو ذاته يحدث مؤسسة. في الأخير اسمحي لي خلي نختم هذه الكلمة، في الأخير احنا مطالبين، احنا مطالبين في الأخير أن نجد دي فالور كومون، قيم مشتركة في الجانب الاقتصادي، وأن نجد دي باسرال. سنفصل في هذا، نبقاو في النقطة تاع التمثيل. السيد سماري، السيد بن عبد السلام، أثار السيد سماري نقطة هامة جدا وهو التمثيل لهذه المؤسسات على مستوى التنظيمات، أكثر من 750,000 مؤسسة، زيد على ذلك لي تي بي ليتعدى عددهم 300,000 مؤسسة. التمثيل اليوم مثلا ناخذ الاف سي او، الاف سي او كم عدد المنخرطين تحت لواء الاف سي او، ولماذا يعني مقارنة بما كان موجود اليوم في الاف سي او كاين أكبر عدد للمنخرطين، لكن يبقى هذا العدد ضئيل مقارنة بالمؤسسات الاقتصادية الموجودة على الساحة الوطنية. لماذا عزوف المؤسسات على الانخراط في هذه التنظيمات سيد بن عبد السلام؟ هناك أسباب عديدة يمكن أن نضعها. أول الجزائري ما عندوش ثقافة التكتل، يعني لا كولتور دو ترافاي اون اسوسياسيون غايبة، ماشي فقط في الميدان الاقتصادي، كل الميادين. سؤال مطروح على مستوى منتدى رؤساء المؤسسات، وانا نجي نتكلم باسم المنتدى نتكلم على منتدى رؤساء المؤسسات. اولا فكره اساسيه، التمثيليه ليست بالعدد، التمثيليه بالافكار. المهم اليوم المهم، وفي المقدمه نتاعك ذكرتي نقاط مهمه جدا نحو تنويع الاقتصاد، انبعاث الاقتصاد. لو بلوز امبورطون، المهم ليس العدد وان ليس الكم وانما الكيف. وصلنا الى مرحله ماذا تقدم لبلدك، ماذا تقدم لدولتك. إذن أنتم في مرحلة الاقتراح. إذن المؤسسات 700,000 الموجودة ويش كامل تقدم؟ راني جاي. تفضل. منتدى رؤساء المؤسسات بالدرجة الأولى يعتمد على الكيف وعلى الاقتراح وليس على الكم. ومع ذلك لكاليتي. ومع ذلك منتدى رؤساء المؤسسات اليوم حوالي 3,000 مؤسسة عضوة في المنتدى، كنا 250. نعم هذا ما قلت السيد. هذا ما قلت لك السيد بن عبد السلام. حوالي 25 مليار دولار رقم أعمال كومولي، 300,000 منصب شغل، تواجد على مستوى القطر الوطني عن طريق مكاتب ولائية. نحن الآن حوالي 20 مكتب ولائي تم يعني تنصيبه، وهذا يجعل أننا نكون أقرب ما يمكن من الانشغالات المحلية. لأن مع الأسف الشديد الكل يعتبر بأن الكل يجري في الجزائر العاصمة، يعني تو سو باساجي اي اون اوبلي كو لو ديفلوبمون لوكال سي لا باز دو ديفلوبمون. دونك منتدى رؤساء المؤسسات اتخذنا هذا المنحى الذي يعتبر على أن التنمية هي أولا وقبل كل شيء محلية، يعني أساسي. لذلك ثم فتحنا منتدى رؤساء المؤسسات نحو الشباب، بحيث جيل اف سي انشانا جيل اف سي الان حوالي 350 شاب عضو في هذا
ماشي المنظمه ولكن في الجزء الذي لا يتجزا من منتدى رؤساء المؤسسات. السيد بن عبد السلام، وانتم عضو في هذا المنتدى، هل هناك تغير في نمط التعامل، يعني في نمط تنوير هذه المؤسسات من خلال الازمه الاقتصاديه الموجوده بالجزائر؟ هل تغيرت لهجه الاف سي يو مقارنه بالسنوات الماضيه السيد بن عبد السلام؟ نعم، نستطيع ان نقول هناك نوع من مش التغير، نوع من التاقلم، لانه تاقلم نعم، لانه الاقتصاد يمتاز بانه في تغير مستمر، وكل مؤسسه او كل منظمه يجب ان تتاقلم مع الظروف الاقتصاديه. شوف، انا باش نلخص لك اليوم منتدى رؤساء المؤسسات في اربع كلمات اساسيه بسرعه. الكلمه الاولى كلمه حريه، لا ليبرتي، حريه الاستثمار، لا ليبرتي دانفستير. منتدى رؤساء المؤسسات ينادي بحرية الاستثمار. لا يمكن للجزائر أن تتطور اقتصاديا إذا ما كانش هناك حرية تامة في الأكت دانفستير، وفتح كل القطاعات الاقتصادية على المستثمر الوطني بالدرجة الأولى، لأنه الجزائر لا يمكن أن تتقدم إلا بأبنائها. الكلمة الثانية كلمة حركية، أكشن. اليوم في وضع صعب وليس مستحيل، الكلام يعني انتهى وقته. اون ني با دون لو دير اجوردي، اون ني دون لو فير. دونك لازم نكون هناك من نوع من الحركه، نوع من الاقتراحات البناءة اللي من شانها تنور الجهات المعنيه بالقرار الاقتصادي ان تتخذ القرارات السليمه. الكلمه الثالثه هي كلمه اصرار، ديتيرميناسيون. نو سوم ديتيرميني ان طونك شيف دونتربريز ا جوي بلينمون نوتر رول دون ديفلوبمون دو نوتر بيي. مصرين على ذلك. والكلمة الأخيرة اللي ربما أساس الاقتصاد هي كلمة ثقة. يجب ثقة، يعني وعلاش ثقة؟ يجب أن نثق في قدراتنا نحن كجزائريين، نثق في قدرتك أشخاص، نثق في قدرتك ككفاءات، ولكن نثق في قدرتك كمؤسسات. اليوم المؤسسة الجزائرية في مختلف القطاعات الاقتصادية لها من الإمكانيات ما يسمح لها بأن يعني ترفع التحدي. دونك لي كاتر مو، ليبرتي، اكشن، ديتيرميناسيون اي كونفيونس. هل هناك تعامل مع التنظيمات الاخرى؟ هل هناك تنسيق بينكم بين الاف سي يو مثلا الفيدراليه الوطنيه لارباب العمل او الكونفدراليه او التنظيمات الاخرى؟ يعني شوفي ورده، هذه القضيه انا نظن باللي ليست انشغال اساسي. المهم نحن كمنتدى رؤساء المؤسسات همنا الوحيد هو كيف نجعل من المؤسسه الجزائريه تعمل بفعاليه. كومون اون لونتبريز اجيري كومبيتيتيف، سي سا نوت بروكيباسيون. سي يا دوتز اورغانيزاسيون، اذا كان هناك منظمات اخرى تعمل لهذه الغايه. فاهلا وسهلا ومرحبا، ممكن نتفق ممكن نختلف. يعني شوفي On est sauvé de langage unique et du parti unique. Pourquoi voulez-vous qu'on revienne à cette situation? نعم، في خلي تعدد الأفكار. لا تعدد الأفكار، لكن تنسيق فيما يتعلق بما هو يعني تعدد وتكامل. نعم. بما هو ما يعني انشغالات تعددية انشغالات ديمقراطية مشتركة يعني بين جميع المؤسسات. نعم. مفتوح نعم. سيد بوطالبي رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، في ظل كل ما يحدث، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة، تهاوي أسعار النفط، ما هو دور يعني المركز العربي الإفريقي للاستثمار في استقطاب الاستثمارات خاصة من الخارج سيد بوطالبي؟ نعم، أولا المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير كباقي التنظيمات الموجودة اللي همها الآن خاصة بعد تهاوي أسعار البترول لتنويع الاقتصاد الوطني. احنا الحمد لله شاركنا المركز تأسس منذ أكثر من 3 سنوات ونصف. الكايد معروف في الساحة، الكايد الحمد لله استطعنا أن نفتح تقريبا 13 تمثيلية على المستوى الدولي، 4 مكاتب خاصة اللي تبعتنا مباشرة، استقطاب أكثر من 200 مستثمر سنويا في ظرف 3 سنوات إلى الجزائر للترويج للشراكة وليس للبيع. احنا من البداية نادينا إلى عدم امبور امبور، ولازم الجزائري نلقاو له شريك أجنبي لي اخذ الاحترافيه واخذ لو سافوار فير. تفضل. واللي يهمنا كثيرا، اللي يهمنا كثيرا الان، انه التعاون تاع التنظيمات الان هو المحفز القوي
لاستراتيجية الحكومة لإنجاح الاستراتيجية تاعها بعد تهاوي أسعار البترول. نعم. والاختلاف كما ذكروا الأساتذة الكرام، الاختلاف والانخراط داخل هذه التنظيمات الآن صار إلزامي بالنسبة للمستثمرين. لماذا؟ لأنه احنا نشوفوا في الكايد أنه أهم حاجة هي المعلومة. المعلومة ما يقدرش يديها وحده، مستحيل بأي مستثمر توصله معلومة بدون أن ينخرط في أي تنظيم اقتصادي قوي ولا ضعيف. لكن المعلومة نقدروا احنا نوصلوها بلقاءات، نقدروا نوصلوها بأيام دراسية، بملتقيات، بالعديد من الطرق للمستثمر. نحكوا احنا الآن على نسبة الانخراط، أنا نخالف سي سماري قال 20%، أنا نقول له ربما لو أننا نبحث في الواقع نلقى أقل من 5%. 5% من الانخراط العام تاع المؤسسات داخل الهيئات، داخل مقارنة بعدد المؤسسات. نعم. الموجودة يعني موجودة. نزيد أنه حتى عدد المؤسسات الموجودة لازم تزيد، لأنه نشوفوا لو مارشي نوار يخدم أكثر من أكثر. نعم. من سنصل يعني هذه النقطة. هذه مهمة جدا. يعني الأموال اللي تدور في المارشي نوار أكثر من الأموال اللي تدور، احنا نحاولوا كيف ننظموا المارشينوار على الأقل وين يولي يساهم في دفع عجلة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. احنا المشاركة تاعنا في أكثر من مؤتمر دولي يعد من أهم الانشغالات تاع المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير، بحيث أننا نروج للاستثمار في الجزائر، نقدم محاضرات، نقدم احيانا ديستون. هل هناك حصيله السيد بوطالبي؟ هل هنا اليوم حصيله يعني فيما يتعلق بعدد الاستثمارات اللي جات عن طريق المركز اللي تمثله السيد؟ جبنا اكثر من 50 تقريبا 50 مستثمر اجنبي وين دخلوا في شراكه مع مستثمرين جزائريين. يعني احنا يجينا المستثمر الجزائري يقول لي ابحث عن شريك، احنا نبحثوا له عن الشريك ونلقاو له الشريك. ربما 50 في ظرف 3 سنوات يقول الانسان انه عدد قليل لكن مهم جدا للاقتصاد الوطني. في طلبات من المستثمرين الجزائريين انكم تبحثوا لهم؟ نعم. على المستثمرين. نعم، احنا نديروا المرافقه للمستثمر الجزائري ونديروا المرافقه للمستثمر الاجنبي اللي حاب يدخل للجزائر. نعم، السيد ضيافات تمثلون شباب المستثمر، توجه اليوم نحو الشباب نحو عالم الاعمال. نعم. يعني هي شجاعة من الشباب لأنه عالم الأعمال عالم صعب جدا، يعني شفنا مؤسسات كبيرة تواجه صعوبات. اليوم توجهتوا أنتم لهذا العالم وخلقتوا جمعية لمرافقة الشباب المستثمر في ظل تهاوي أسعار النفط وفي ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة اللي مش أزمة جزائرية، هي أزمة عالمية. كيف يواجه الشباب المستثمر اليوم هذه الأزمة؟ وكيف يعني يشرح، يعني أنتم كجمعية كيف تشرحوا للشباب المستثمر ضرورة الانخراط وضرورة المساهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر؟ نعم. السلام عليكم. تفضل. شكرا للاستضافة الأخت. لا شكرا على وجهك سيد ناسي. يعني بالنسبة لتهاوي أسعار البترول، يعني باش نمدوا النظرة لنظرة الشباب ديريكتومون. بور نو أوتون كو ريبريزونتون دي ميكرو أنتربريز، يعني ما كانش فيه، ما حسيناش تغيير يعني في التيران، باسكو اون بال سي نوتر اسوسياسيون سي الجمعيه الوطنيه للشباب المستفيد من قروض اونساج كناك اونجام اي جون انفستيسور، سي اون اسوسياسيون ا كاركتير بروفيسيونيل ذا طابع مهني. صافي خدمتنا بوكو بلوس سي لو تيران. سور تيران ما كانش، يعني ما حسيناش باللي كاين فيه، لانه المشاكل اللي كنا نعانيو منها في اون سيرتان ايبوك قعدت نفسها وقعدنا نحلوها بنفس الطريقه. لولا انه اليوم يعني بحضور الاساتذه معنا هنا، انا عندي تواجد تاعي الاختي الكريمه باش نكون صريح معكم، حنا لاسوسياسيون هذه اليساي دو كري ان كليما دانفستيسمون بروبر على ميكرو انتربريز كوم ديبي على تي بي او كي ديباسي 400 ميل انتربريز 400 الف مؤسسه اونسيج هناك، ما نهضروش على الناس اللي استثمرت باموالها الخاصه. الرقم يعني ذكر الاستاذ 800 الف اخر تحديثات عليه، وما نحتسبوش كذلك الناس اللي مستفاده من لونجام دي ميكرو كريدي. اليوم يعني الاخ نحييوها ثانيه المرافقه تاعو للمؤسسات، مي سيور تيران يعني نتمناو باش المنظمه تاعكم ثاني تمشي معنا في هذا الطرح. اليوم حابين تكون شراكات مع المؤسسات الوطنيه، المؤسسات الجزائريه،
اليوم تبدا الشراكه هنا، الخبره تاعي نديها من عند مؤسسه كبيره دي غروند امبلور تكون جزائريه 100%، تكون فيها شراكه، تكون فيها اون سوتريتونس، ثقافه لا سوتريتونس المناوله، هذه الثقافه اللي العالم كامل يعني ماشي بها. وين كاين دي كاين دي زونتربريز بلدان كبيره اللي 40% من الاقتصاد تاعها اللي زونتربريز فاميليال، هذولا اللي تي بي او صغار 40% من المؤسسات يعني. احنا اليوم مازلنا ما نعرفوش نلقاو مؤسسات كبيره، نلقاو منظمات كبيره كيما دافسيو كيما نتمناو ان شاء الله لا سوتريتونس، مي سي اون بال دو سوتريتونس ماشي سوتريتونس باش نبينوا بلي هذه المنظمه ولا هذه المؤسسات السوترات بور يعني بور لي بوزيو دو اكس و ايكغاك، نو لازم تكون مدروسه يعني مدروس. احنا اون فو اتر اونكادري، اون سي اوتو اونكادري بالمعرفه تاعنا بالخبره تاعنا في الميدان. مي اليوم منظمات كما الاخوه، الاختلاف نعمه كما قالها الاستاذ، مي الاختلاف الا ما كانش فيه تشاور وما تلميناش كامل وتكامل وهذا يستفاد من هذا ونتعلموا من عندكم وتديوا من عندنا، باسكو كاين اخذ ورد ما بين المؤسسه المصغره رئيس لو شيف دونتربريز une petite entreprise là une grande entreprise c'est le même principe c'est une entreprise سيد ضيافات الا تظن انكم طريقه الاتكال على الدوله يعني في النهوض بهذه المؤسسات هو ما خلى هذه المؤسسات ما تبذلش مجهود اكبر للارتقاء باش تعمل ميدانيا نعم الاخت يعني سؤال في في هذا في هذا في هذه النقطة احنا عندنا المادة 55 مكرر من قانون الصفقات اللي تمد الأفضلية 20% للمؤسسات وهذا مشكل يعني هذا مشكل كالي تاكس دابليكاسيون القانون يعني القوانين الموجودة ولي تاكس دابليكاسيون موجودون لمن حال الشباب المستثمر لمن حال الشباب المستثمر لأنه دوك نعطيو يعني نقولوا لماذا باش حتى الشباب يفهم وحتى الناس المؤسسات الكبيرة اللي ريبريزونتون تاعهم يفهموا باللي لونتربريز صغيرة أنا با كاليفيكاسيون الأساتذة La qualification ma ndouch. Il ne peut pas assurer plus de deux employés aux khadama avec le knas les frais, mais يقدرش كازنوس tous les frais هذوك كي يدخل في une soumission يدخل مع des entreprises كل ما نديرولوش une part قال لي 20% هذو soumissionnés وجماعه كونساج كناك باش نعاونوهم une année deux ans trois ans après il peut يقدر يسكل على نفسه mais le plus important اليوم اللي لازم يفهموه الشباب واللي يفهموه ويعني نخبر الاستاذ باللي اليوم عندنا تمثيل على مستوى 48 ولايه وبعض الولايات المنتدبه وهذا في ظل القافله الوطنيه اللي قمنا بها والمؤسسات المصغره ممكن نتحدثوا عليها من بعد وعندنا تمثيل يقدر يكون العدد الحق 3000 مؤسسه ولكن في جميع القطاعات فلاحه سياحه فلاحه المهم لو بلوز امبورطون شي كون ا بو خرجناه من لو تيران سي كو هذه المؤسسات الصغيره والمصغره اللي ما لقيناش دعم يعني من طرف العديد من المؤسسات الكبرى لانه سوترات دي زيترونجي سوترات با دي زونتربريز الجيريان اي ابري لي زيترونجي نو سوترات لور بروجي اون دوزيام ما اون نوار اي نو باي اون اشتي يعني سي سي ان بروبليم سي ان بروبليم اون ترافاي اون نوار اليون دي زونتربريز كي ترافاي اون نوار كي سوترات من عند دي زونتربريز ايترونجير الور كو لونتربريز ايترونجير سوترات من عند دي زونتربريز الجيريان سي با لو بروبليم اليوم لو جون On a commencé à créer des petits groupements de 2, 3, 4 entreprises. Côté Moukawla, même le côté Flaha, il y en a quelques jeunes qui ont commencé en coopérative. On a trouvé ce sujet, on a trouvé le Seyyid Moudir Lansage, on a dit qu'il faut. لازم الناس كي تمولوا المشاريع تاع لونساج يلفو تبداو تخمو باش تمولوا اوتون كو كوبيراتيف ولا اوتون كو جروبمون وان شاء الله يكون نعم يكون فيها خير. نعم تفضل عندك تعليق على هذا الكلام. لا لا يعني هو مشكور لانه انا تابعت التاسيس تاعهم والمعاناه اللي عانوا حقيقه كانت معاناه كبيره سي تي ان باركور دو كومباتون سي عندها ثلاث سنوات والعمل كبير هذا احنا لقاو دعم كبير من الحكومه الحمد لله لا هو دعم مشترك لانه انا بالنسبه لي نعتبر قضيه الاقتصاد الان هو القضيه الاساسيه التي يجب ان ننخرط فيها جميعا نعم نتفق على الان الاتفاق الوحيد اللي نقدروا نتكلموا عليه هو القضيه الاقتصاديه لان انت اشرتي قبل قليل باللي الاشكاليه هي عالميه نعم. هي عالميه لان الاقتصاد العالمي الان في تراجع على جميع المستويات ولكن احنا الامر نتاعنا هو اعمق وعلاش اعمق لانه كاينين دي فالور ايكونوميك اللي لازم احنا نعاودوا نحييهم شكون اللي يحييهم
قد يحييهم المواطن العادي، ولكن يحييهم أكثر هذه الجمعيات وهذه التنظيمات، وهي أهم أمرين. الأمر الأول لا فالور دو ترافاي، لازم احنا نولي ونأكدوا على قيمة العمل. قيمة العمل هذه هي قيمة أساسية. ثم القضية الثانية وهي قيمة المعرفة. اون بي با بارلي دو ليكونومي هكذا قال والله انا جي فولي كري اونتربريز كيما لي زونتربريز لقدم. شكون اللي دارهم؟ دارهم ناس شجعان ونحييهم، يعني نعرف عدد كبير على مستوى الوطن. يعني سيد سمار خلينا نكمل لك باش نرجع لك. نعم. لا فالور دو لا سيونس، وحنا هذه اللي احنا تحملناها في النادي الاقتصادي الجزائري. النادي الاقتصادي الجزائري قلنا ماهوش نادي لرجال الاعمال فقط، نادي وهو اللي يلتقي فيه ثلاث مكونات أساسية، فيه الخبراء وفيه الباحثين وفيه رجال الأعمال. لأنه لا يمكن أن نتكلم الآن، يعني حتى بور لي تي بي او وغيرها، لا يمكن أننا نتكلم على اقتصاد إذا ما كانش فيه ليكونومي دو سافوار، كيفاش نطور الاقتصاد نتاعنا. ما يكفيش أنه القدرة الشرائية ارتفعت والمواطن رايح يستهلك قال والله الآن نوجد له أي منتج. لا، المنتج نتاعنا يجب أن يكون تنافسي. لا يمكن أن يكون تنافسي إذا ما جريتش وعملت في كل مؤسسات خلايا بحث. احنا درنا بحث بسيط في الجزائر، وجدنا يعني المؤسسات اللي اتصلنا بهم سواء اللي في النادي والله اللي خارج النادي واتصلنا، لقينا ما كانش 17% اللي يعتبر الجانب العلمي والجانب البحثي مهم. ما كانش 17 اللي يعتبروا يقول لك انا يا خويا انا راني خدام. في 17% ما كانش 60% او اقل من 17% هذه اللي دايرين دي سيلول دو ريفليكسيون سيونتيفيك والله دي لابوراتوار دو ريشيرش. احنا هذا الامر اللي خلانا في النادي الاقتصادي الجزائري نقول باللي لازم بعض القيم الاقتصاديه، قيمه العمل، قيمه الاتقان نتاع العمل. انا احنا ماناش لا نخفي سرا، رغم انه عندنا علامه استفهام على التقارير الدوليه على كومبيتيتيفيتي، مي لما نجد نفوسنا احنا كجزائر في لا كومبيتيتيفيتي نتاع الابداع ونتاع تحسين المواد نلقاو رواحنا في المرتبه 135. احنا يطلب منا اننا ننطلق انطلاقه متكامله في هذا القيم. نعم. وهذا اللي يستدعي منا نتعاونوا. اثار نقطه مهمه جدا. نعم. سي لا سوتريتونس، ثقافه لا سوتريتونس. نعم، سنصل الى هذه النقطه لانه نقطه مهمه ثقافة جدا. ثقافه المناوله ما تتعلقش فقط ثقافه المناوله، تحتاج المؤسسات سواء المؤسسات العموميه او المؤسسات الخاصه. يجب اننا نعيد فيها وندير عليها ثوره باننا نثبت قضيه المناوله، سورتو كونت اون بارل دو طو دانتيغراسيون. نعم، سنفصل في هذا بعد قليل. اثرتم انتم كذلك سيد سماري نقطه هامه جدا، وهو شجاعه هذه المؤسسات. سيد بن عبد السلام، اليوم هذه المؤسسات باقيه واقفه، يعني الموجوده على مستوى الافسي او غيرها ما زال تعمل وتجتهد لتحسين المنتوج تاعها، لتطويره سواء من حيث الكم او النوع. في ظل اولا السيد بن عبد السلام، في ظل ازمه اقتصاديه يعني واضحه جدا، وفي ظل منافسه غير شريفه لما هو موجود في الاستيراد في السوق الموازيه، يعني كيف، ما هي قراءتكم السيد بن عبد السلام، وما هي توجيهات الافسي فيما يتعلق بمواجهه يعني هذا الفليو سيد بن عبد السلام، خاصة وأنه اليوم أكثر من 40 مليار دولار موجودة في السوق الموازية. سيد عندي بك ملاحظة، تفضل. الفرق مثلا بين النادي اللي ترأسه سيد الوزير ومنتدى رؤساء المؤسسات هو سي بلوس ان تينك تانك كي فيان افيك دي زيدي. نو اوني دون لا ديفونس دو نوتر كليز، احنا ندافع عن المؤسسة. لدينا توجه واضح أنه لا يمكن أن نبني اقتصاد جزائري قوي بدون مؤسسة قوية. إذا نصب كل الاهتمامات نتاعنا على كيفية تطوير المؤسسة مهما كانت طبيعة المؤسسة. ونخلي نذكرك باللي حوالي اليوم أكثر من 95% من النسيج الوطني الجزائري هو مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات خاصة. خاصة، نعم، بطبيعة. كاين رقمين أساسيين لازم نذكروا بهم. الرقم الأول هو أن أكثر
من ثلاث أرباع القيمة المضافة الوطنية اليوم هي من إنتاج القطاع الخاص. وآخر تقرير للدول الوطني للإحصاء 58% من اليد العاملة تشغل في القطاع الخاص، يعني حوالي يعني 6 من 10 عمال يعملوا في القطاع الخاص. إذا نحيت قطاع الإدارة يعني تقريبا اليوم القطاع الخاص هو القطاع الوحيد الذي يقدم مناصب شغل. وهذا العادي سيد بن عبد السلام، وهذا العادي في اقتصاد ناشئ ومنظم جاري. هذا العادي يعني جاري هذه الفكره هذه سيدك اليوم اذا اردنا ان علاش نقولوا احنا حريه الاستثمار وحريه المبادره؟ لانه لا يمكن ان نظن بالاقتصاد الوطني بدون المؤسسه الخاصه. انا ما نعرف حتى مثال في العالم، حتى دوله في العالم طورت بدون قطاع خاص فعال ومهيمن. الناس يقولوا لي الصين، نقول لهم وي مي فو روغاردي كومون فونكسيون ليكونومي شينواز. إن يا با بلو كابيتاليست كو ليكونومي، إن يا با بلو ليبرال كو ليكونومي شينواز. الميكانيزمات ربما المؤسسات هي مؤسسة ملك الدولة، ولكن ميكانيزمات العمل بما فيها الإفلاس هي ميكانيزمات نظام اقتصادي ليبرالي. إذن منتدى رؤساء المؤسسات يؤكد على دور القطاع الخاص، على أنه يجب أن يكون دور رائد دور فعال. هذا لا يستثني أنه في بعض القطاعات تكون هناك مؤسسات عمومية قوية. نعم. ما يكونش يعني هذا لا يستثني ذلك. فيما يخص الآن يعني خليني في نفس هذا في نفس النقطة، لأنه قلت الأسي يدعم المستثمرين. رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد يراهن في كل خرجاته على دعم المستثمرين، ويقترح بدائل يراها كثيرون أنها تدخل في شؤون الحكومة. ما تعليقكم عن هذا سيد رامسلا؟ هذا رأي والرأي يحترم. نعم نريد تعليق. لا تعليق بسيط. في منتدى رؤساء المؤسسات لا نقيم العمل الحكومي، لسنا مساندين للعمل الحكومي ولسنا معارضين للعمل الحكومي. التقييم الجهة التقييم واضحة، هي الطرف الذي نصب الحكومة، يعني الرئيس هو اللي يقيم. وطبعا بالدرجة الثانية ممثلي الشعب في البرلمان، هذا هو التقييم. من ناحية المساندة والمعارضة بالأحزاب السياسية الدور تاعهم. نحن في منتدى رؤساء المؤسسات دورنا الأساسي والوحيد والذي نلعبه هو تقديم اقتراحات وجلب النظر الحكومة أو كل الهيئات عندما يتعرض الأمر بقضية المؤسسة. On ne peut pas se taire sur des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise algérienne. Donc nous sommes dans une option critique lorsqu'il s'agit de l'intérêt de l'entreprise algérienne. Maintenant, lorsqu'il y a des décisions qui vont, il y a un qararat, il y a une tsehel, amel mouassad, nous n'en rachbou biha. Ou le muntada rouassa el mouassad, mais tu ne l'aimes pas. Tu m'as dit le mouchoua internet, un plan pour l'émergence de l'économie algérienne. Nous ne sommes pas dans le dire, nous sommes dans le faire. Nous avons fait des propositions concrètes au gouvernement. Et le gouvernement, chaque fois qu'il prend une décision, si elle est bonne, on applaudit. Si elle n'est pas bonne, on le dit. Je vais vous donner un exemple basique. Quand le gouvernement a décidé de faire un mouad de l'arriba à l'arbah, à l'intégé, nous avons fait un premier coup de pied. Nous avons fait un premier coup de pied. Vous voulez d'un côté, من جهه حبيتوا تنموا الانتاج ومن الاستثمار ومن جهه ثانيه ترفع، يعني هذا راه يعني تناقض. يا ان بروبليم دو اون 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 اسيمي اسيمي نوت بوزيسيون ديزو نو سي با اون بون ديسيجن. هوروزمون الحكومه استمعت واعادت نظر، وحتى في اعاده نظر احنا عندنا بعض الانتقاد فيما يتعلق بالاستيراد، فيما يتعلق بالخدمات. لان اليوم الاقتصاد الوطني كيشوف الترتيبات على الاقتصاد، الانتاج مع الاسف 5% من الدخل الوطني، من الناتج الوطني الخام هو الصناعه. في الصناعه نعم الخدمات، يعني الزراعه والخدمات هي تمثل 95% من غير معقول. ونزيد نقطه اخرى، القطاع الوحيد الذي ينشئ مناصب شغل اليوم هو قطاع الخدمات. بو بروني لو نوميريك باغ اكزومبل، اذا كان القطاع لازم تهتم به الجزائري هو قطاع يعني شغل الرقمنه لو نوميريك، يعني ينشا مناصب شغل وخاصه مناصب شغل باتجاه الشباب. فكيف يمكن انه قطاع كيما هذا يعني نفرض عليه
مستوى من الجبايه ما يثقل كاهل هذا القطاع هذا، سي با بوسيبل. ومعظمهم مؤسسات مصغره، ومعظمهم مؤسسات صغيره ومتوسطه. فيعني جو بونس كيا منتدى رؤساء المؤسسات يطالب بنوع من un peu de cohérence dans la il faut avoir une cohérence dans la politique économique. C'est ce que nous avons proposé à travers notre notre plan السيد بوطالبي، السيد بوطالبي نتكلموا على ظرف اقتصادي صعب وضروره جلب الاستثمارات الاجنبيه، هل في اقتراحكم للمستثمرين الاجانب بولوج العالم الاقتصاد الجزائري لم تتعرضوا الى مشكل القاعده 51-49 من طرف المستثمرين الاجانب؟ أكبر يعني رفض هذه القاعده. اكبر تخوف عن المستثمر الاجنبي هو قاعده 49-51. نعم. تخوف. لكن الماركتينغ لما نسوق مليح نجلب مليح. اهم حاجه هي التسويق، لانه كاين دعايه مغرضه في القنوات خاصه الاجنبيه على القاعده 49-51 بانها حكر للمستثمر الجزائري، وانها تضبط المستثمر الاجنبي لعدم الاستفاده منها فاحنا لما نروج ولما يكونوا الهيئات هنا في الجزائر يعني نبعثوا لهم المستثمرين يستقبلوهم مثل لوندي ومثل الهيئات داعمه للاستثمار كوزاره الصناعه، لما يشوف هناك دعم ويشوف هناك قابليه يعني دائما نتحدث حتى السيد رئيس الحكومه يوم 12 جونفي في المانيا قالها نعم قال انه اهم حاجه هي البيروقراطيه. احنا البيري دو كوان هو البروبليم، مش يعني مش القانون، يعني ربما ذاك الموظف اللي ينصبه في البلديه ولا في الولايه يبلوكي لك ملف محليه يعني. نعم يبلوكي لك ملف تاع مستثمر كبير اللي راح يدير لي لا ريشاز، راح يدير لي 400 موظف ولا 100 موظف. هذه اهم حاجه. احنا ربما الموظف يشوف احيانا المستثمر حتى وعنده موظفين فقط يشوفوا باللي من باب حسد كيف هتاك تخدم، لكن لو يشوفوا باللي هذاك يدير لي ان فالور اجوتي، يدير لي قيمه مضافه للاقتصاد الولائي ولا البلدي ولا مهما كان الوطني، راح نمد له التسهيلات الكامله باه يتطور. لا تطور هو، انا نتطور كموظف، انا الصالير تاعي يزيد، الخدمات تاعي في الولايه تزيد، كل شيء عندي يزيد. هذا اهم شيء للترويج. في القاعده 49-51 كاين تخوف كبير من ولوجها للجزائر، لانه مثلا كنا في فرنسا منذ 4 ايام وجلسنا مع العديد مستثمرين افارقه. نعم. واوروبيين، وجدنا انه كل سؤال عندهم 49-51 واش قالوا في الدستور، واش قالوا في قانون. نعم. الاستثمار الجديد. يعني تخوف. لكن الترويج تاع الاعلام خاصه دوركم انتم كاعلاميين، ترويج لهذه باللي ماهيش حاجه تضبط المستثمر الاجنبي، بالعكس راح تفتح له فرص. احنا عندنا الغاز اقل تكلفه في العالم، عندنا الماء اقل تكلفه في العالم، الكهرباء اقل تكلفه في العالم، الضرائب من بين احسن الضرائب في العالم. يعني هذه كلها تحفيزات للمستثمر الاجنبي، لانه المستثمر الاجنبي ربما دور الاعلام هو السؤال والترويج لهذه التنظيمات. سيد بن عبد السلام في هذه النقطة 51-49 وحتى فيما يتعلق بالبيروقراطية. السيد بن عبد السلام فيما يخص 51-49، المشكل في الجزائر بالدرجة الأولى هو مشكل استقرار القوانين، سي لا ستابيليتي جوريديك. شوف درنا دراسة في منتدى رؤساء المؤسسات عندها شهرين، راهي موجودة على السيت انترنت نتاع الفسيو، حول المحيط القانوني للمؤسسة. لقينا عدد من القوانين أولا المتضاربة فيما بينها، يعني شوفوشمون لي تكست، وعدد من القوانين التي يعني لا تحفز على النشاط الاقتصادي. ثم السرعة في تغيير القوانين، وزابي دي تيست كي شونتو لي جور، ما كانش استقرار في القوانين. فكرة نولي الفكرة الأساسية. قوانين المالية، عندكم قانونين في العام تقريبا تكميلي يعني نعم في تقريب كل سنة قانوني. كاين قانون وقانون تكميلي. لا يمكن أن نسير اقتصاد بهذه الطريقة، هذا معروف. صحيح. أون بي با جيري أون إيكونومي أكود بلا ستابيليتي في القوانين. يفو أون فيزيون، يفو أون فيزيون لونتيرم. يا شاك بوان لوا فينونس تجي تغير، تدخل تعديلات وتعديل في تعديل في تعديل، تصبح غابة من القوانين، جانجل دو سي ابراهيم. ولكن الأخطر في هذه نعم هو لا ميز انيفو نتاع الإداريين على مستوى هذا القانون. صح. لأن الإشكال وين؟ حتى وغير القانون لهذا السبب. أنا أربطت سؤال. نعم تفضل. هي قالت لنا مليح تفضل. تفضل. الإشكال تاع القوانين مشكل،
ولكن الأخطر منه والأصعب منه هو اللي طبق القانون أصلا هو ما عندوش يعني تحيين للعقل نتاعو، ما عندوش تحيين، ما كانش ميزانيفو للاكسيون تاعو. المشكل انا شخصيا يعني وحنا نتعامل مع المؤسسات ما كناش مشكله 51 49 مش هي المشكله. نعم. ابدا مشكل يعني بيروقراطيه ابدا مشكل إدارة. المشكل كيف تتعامل مع المستثمر. اولا المستثمر الوطني انا ما نروحش جو في باشير شي. اسمح لي جو في باشير شي انا المستثمر الاجنبي نقول له اروح له، هو يقول لك باللي ولادك ماهمش يستثمروا، ولادك ماكش مسهلو. احنا في النادي الاقتصادي الجزائري، اسمح لي سي ابراهيم. نعم هذه تفضل. احنا في النادي الاقتصادي الجزائري اكبر مشكله عانيناها وشنو هي؟ اكبر مشكله على الاطلاق هو التعامل مع الاداره المحليه. الاداره المحليه لما يمدلو يعني يقولوا القانون في صالحك، كذا في صالحك، كذا في صالحك، ولكن ما نقدرش. وشنو هي ما تقدرش؟ وين الاشكال؟ انا قلت مره ونختم بهذا، قلت اذا كان في التسعينات كان عندنا الرقم الاخضر في القضايا الأمنية، قال ألو إذا قضية أمنية من الرئيس إلى أبسط واحد يقول لك جو سوي لا جو ديفون لك الوضع الأمني. الآن لازم نديروا الوضع الرقم الأخضر إذا كان قضية متعلقة بالثروة وبمنصب العمل ما لازمش نكون اللي هنا فيه تردد. أنا هذه اللي حبيت فقط. المشكل مش القانون، مش القانون ذات، المشكل في اللي طبق القانون ذاته. ونزيد نقول كلمة نختم بها. نعم. إحنا عندنا عقلية اقتصاد السوق والانفتاح في القوانين، ولكن عندنا ولكن في التطبيق عقلية اشتراكية تميل للشيوعية وتغلق لك الأبواب. مؤخرا تعرفوا واحد من المسؤولين اتصلوا به وهو مسؤول في نفسي بذات كلمني قال لي والله غير تقول راك تضرب في 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 حيط. الامر يتعلق كيف تتعامل هذه الاداره مع القوانين وتنفذها على الاقل. وهذا واش خلاني نقول للسيد بن عبد، هذا واش خلاني نقول للسيد بن عبد السلام انه هناك شجاعه من هؤلاء المستثمرين، لانه يقول لك انا نخبي دراهمي ونصرف دراهمي وعلاش علي انا نستثمر في جو في مناخ استثمار غير لائق تماما. السيد بن عبد السلام في ظل هذه البيروقراطيه. جوست نكمل فيما يخص قضيه استقرار القوانين. نعم. قضيه اساسيه، لان عندما تكون القوانين مستقره يمكن للمستثمر ان تكون له نظره مستقبليه. صحيح. الفيزون يبو داكور. هذه النقطه الثانيه فيما يخص القوانين قضيه الطرق لي مود اوبيراتوار. عندما يخرج قانون وهذا ما يسبب مشاكل على مستوى الاداره المحليه، باسكو خليني كمان نقول بلي يعني المسؤولين المحليين بارفوا مساكن لا قدره لهم، يعني اولا القانون ما يلحقوش في الوقت، ثانيا ليس هناك تفسير للقانون، ليس هناك طرق عمليه، يا با دو مود اوبيراتوار بارفوا اي سون ديمينو لي اوبيرا لي ريسبونسابل كو. كاين نقطه اساسيه اكد عليها منتدى رؤساء المجلس، الحمد لله وصلنا النتيجه. نعم. هي قضيه لا دي بيناليزاسيون، لان المسؤول على مستوى الولايه وعلى يعني كان عنده لي بي داموكلاس فوق راسه، قد يتخذ قرار يعطيك ارض غدوه من غدوه تجي لا انونيمي مسكين راح. صحيح. لكن هذا المشكل يعني اليوم الحمد لله كاين تحديد المسؤوليه الجزائيه. نقولوا الحمد لله يعني ليس تام ولكن في الطريق. نعم. قضيه 50 40 لازم نتكلم عليها، سي تري امبورطون. تفضل. انا يعني ثم الموقف تاعكم واضح، منتدى رؤساء المؤسسات واضح. طبعا عندما الدوله تتخذ قرار هذا يسمى سياده وطنيه، سوفرينتي. بصح تكلموا الجانب الاقتصادي السيده. عندما نتكلم على الجانب الاقتصادي كنا نتكلموا على التاقلم قبيل لادابتاسيون. صحيح. اسكو اوني او ميزور اوجوردي دو فير ابليكي اونكور سيت ريغل. انا نظن وفي منتدى رؤساء نظنوا بلي بعدما نوضع قاعده من القواعد وتمر عليها فتره يجب ان نقوم بتقييم، تقييم موضوعي. وعندما نقيم موضوعي الامور نشوف اللي الامور نعم واش خسرنا ثم نتخذ القرار. اون تو ليكا اذا اردنا ان نتفتح عن العالم، اذا اردنا ان نجلب مؤسسات صغيره متوسطه ذات خبرات تكنولوجيه الى الجزائر يجب إعادة نظر في هذه القاعده. نعم. السيد نسيم، تواجهون ضغوطات ومنافسه غير شرعيه، كيف بامكانكم يعني البقاء في السوق اليوم في ظل كل هذا ما هو موجود من منافسه غير شرعيه نسيم؟ نعم. يعني بعد ما سمعنا الاساتذه يتكلموا ممثل نفسي وكذا لو كلوب ايكونوميك الجيريان وسمعنا المشاكل اللي تعاني منها المؤسسات
يعني مؤسسة كبرى المؤسسات الجزائرية اللي يمثلوها المنظمتين. سي با بور فو ديكوراجي. نو يعني باش تقدر تعرف حتى هو حتى هو ما تقدرش. انا راح الميدان. انا راح الميدان. تفضل. بهذا الشيء ممكن ممكن يعني انهم تكون عندهم فكره على الشيء اللي تعانيه المؤسسه المصغره. صح نعم. في ظل نو نفس المشاكل سي سي با. شوف بالنسبه نتكلموا على الواقع المؤسسات. تكلم الاخ على المارشي فورمال الى انفورمال. فورمال الى انفورمال سي اوتر شوز. سي اون بال دو لانفورمال لازم الشباب هذا ولا الناس مانيش نتكلموا على الانفورمال في على مستوى عالي. احنا نتكلموا على مستوانا الانفورمال هذا باش نقدروا نخرجوا منه لازم تكون يعني ابسط مثال اللي قريته في لي سيكونت بروبوزيسيون تاعكم دي بيتي مارشي لي جون يعني وين راح قريناه قريت لي سيكونت بروبوزيسيون تاعكم مي لو بلوز امبورطون هو انه اليوم واليوم الشيء اللي شفته في 48 ولايه يعني الحمد لله. نعم نفتح القوس هنا فقط لأنه 48 ولاية جلت هذه الولايات في إطار قافلة. نعم. وطنية قمت مبادرة من جمعيتكم. نعم. قافلة وطنية جلت الولايات 48 لبوغ انسيتي لي جون انفستيغ لخلق مؤسسات. نعم. يعني خير مثال نشكرك الأستاذة. كاين اون كونفونسيون انتر الجيري تيليكوم اي لونسيج سا اكزيست دوبي 2011 حتى 2015 اون كري 300 انتربريز في لو دومين كي اكتيف. كان عندنا يعني لقاء مع السيده وزيره البريد وتكنولوجيا الاعلام والاتصال اللي نحييوها على الثقه اللي وضعتها فينا حتى فرعنا. احنا هدى ايمن فرعون حتى احنا يعني كنا في المستوى وكنا عند اون اتوني يعني قلنا لها نوعدوك بربي ان شاء الله باللي راح يكون نجاح. سجلنا 1800 مؤسسه اللي فيها دي زونتربريز اكزيستونت اللي فيها دي زونتربريز اون نوفيل كرياسيون كي سون في لو دومين كي اكتيف في دومين دي تي اي سي. دي تي اي سي سي قطاع يعني كبير ولازم نستثمروا فيه مثل الفلاحه ومثل مثل السياحه هو عصب الدول يعني عصب الاقتصاد سي اون بو لو دير كومون اون خدمنا سور تيران اون بدينا في لا كارافان اون سيوني لي 48 ولايه كانوا معنا دي زيكسبير كان معنا الاستاذ حموتان من ولايه تيزي وزو اختصاصي في الفلاحه وكانوا معنا بعض الاصدقاء اللي وين اون ايتي اون تران دو ديتيكتي détecter où on peut investir, où le jeune peut investir, suivant les moyens qu'il a. On n'est pas en train de parler des grandes entreprises. On a trouvé que l'FCE, qui est représentant de l'FCE, des entreprises qui sont avec vous, vous tenez le marché algérien. يعني بوكو بلوس نلقاو دو كرون بروجي سي كي سي ال اف سي او من خارج ال اف سي او سي علي حداد سي ميسيو اكس سي ميسيو ايكغيك مي اون تروفي كون بوفي يعني اليوم الدوله وضعت فينا ثقه السيده الوزيره السيد الوزير الاول اللي نشكره ثاني وضع فينا ثقه وعندنا معاه ملتقى ان شاء الله اللي راح يكون مهني بالدرجه الاولى السيد وزير العمل كذلك اليوم يعني بور اتر بور الي دروا وبيت اليوم حنا الدور تاعنا بالدرجه الاولى اليوم كخطوه اولى سي de créer un climat d'investissement propre à la micro-entreprise. Vu que le climat d'investissement, il y a des organisations qui sont en train de se faire à l'échelle nationale. C'est une seule d'entre elles. Une organisation grande et qui se fait dans le réel. C'est connu dans le monde et le spécifique. L'investissement, surtout dans de nombreux secteurs. Aujourd'hui, mieux vous avoir comme allié que... هذا هو الميساج كيف هو باسي اليوم التجمع قبيت قلنا لازم هذه الجمعيات هذو يتلموا لازم يكون فيه تكثيف النشاط ما بين الجمعيات هذه مي تنسيق ما بين الجمعيات هذه ماشي يكون باش نديروا لقاءات نو الفو دي كونكري ندير معاك اون كونفونسيون تعطيني ها واش ليا ها واش اللي عليا نجي نخدم اليوم نو سي غانيون غانيون بوكو بلوس افيك ان سيرتان بورسونتاج باسكو اون اون تران دو بارلي الفو انسان ثاني يعرف الانسان يعرف قدره في بعض الاماكن لو بلوز امبورطون اليوم اوتون كو جون اي جو لو دي دوفون تو لي جون ومام يعني قبل ما ندخلوا الحصه تكلمت مع اخ كلمني من توكرت اللي عندهم حابين يستثمروا في الفلاحه دي زانجينيور اون اغرونومي اون افي اون بتيت اكسبيريونس نعطيك مثال الاستاذ كاين جماعه اللي كيفون ليلفاج بوفا وكاين دي فيتيرينير اللي عندهم لو ديبلوم ومازال ما بداش يخدم جيستيون ديبلوم جيستيون كونطابيليتي اون ا بلان اون ا كومونسي ا كري دي بيتي غروبمون شفنا لو فيتيرينير مع لو جون كي ا بينيفيسي دو كريدي ليلفاج بوفا نعم كلمو تروا بيرسون
ils ont créé une petite entreprise اليوم يخدموا لو فيتيريناري يتبع فيه ولو جيستيوناري في تو مع انه هاد الثلاثه من الناس الناس ملتقاش مع بعضها اليوم كدوركم نتوما باسكو اليوم حنا لافسيو الكلوب ايكونوميك تمثلوا مؤسسات كبيره السوق سوق بالدرجه الاولى جو فولودي يعني فيلو تيران سي تا راكم مستوليتوا عليه الدرجه مؤسسه نون نهضروا باسكو جو ريبريزونت لي جون باسكو حنا اوطون كو جون بينيفيسيير دو كريدي كي ما نسلكش لا تفضل كي ما نسلكش لو كريدي تاعي في شاك سيمون مد لي شيونسي تاعي عندي لويسي جوستيس يجيني مي علاه قلنا بديناها بفكره قلنا الفو سو تريتي افيك سي جون لكن السيد السيد الضيافات تكلموا على السوق السوق سي با لو اف سي سي المؤسسات سي كل المؤسسات الكبرى المؤسسات الكبرى تكون فاهمك الاخت يعني اذا كان اذا كان تكلمنا على 20% من الصفقات العموميه ما دخل الاف سي هنا يعني اللي نشرح الموضوع اون فبروندر ان بتيت اكزومبل اون اون با اون تران دو كي عاد معنا ممثل الاف سي سي يعني انا نحكي ونقولوا الاف سي ولا نو كلوب ايكونوميس قال ابغوا ديروا معاهم تفهمني جو نو بارل با دو لاف سي او بالدرجه الاولى سي با لاف سي او بالدرجه الاولى باش نفهم سي لاف سي او لو كلوب ايكونومي يتكلم على الصفقات العموميه انه يستحوذ عليها الشركات تبع الاف سي تكلمنا على المنظمات المنظمات الكبيره هذه اللي تمثل المؤسسات كبيره اللي تمثل المؤسسات دوك انتم مؤسسه كبيره ترونا قدمنا في دي سوميسيون منتدى رؤساء المؤسسات 98% من المؤسسات دخلت في منتدى مؤسسة صغيرة متوسطة. نروح عند 98% 98% سي دي بوتيت اي موان انتربريز. نعدد لك المؤسسات الكبرى في المنتدى. كاين 10 ولا 20 مؤسسة. رانا 3000 مؤسسة. نو حنا رانا 3000 مؤسسة. انا مؤسسة انا كمنتدى رؤساء مؤسسات الهدف نتاعي هو الدفاع عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالدرجة الأولى لأن الاقتصاد الاقتصاد بالأساس هو مؤسسات صغيرة ومتوسطة حتى الاقتصاد ديال الدول الكبرى انا تكلمت لك مقبل على فرنسا نحي لي كاكا لي 40 انتربريز كي سون دون الكا 40 كلهم مؤسسات صغيرة ومتوسطة شوف يا اخي القضية شوف خلينا نتكلموا عن القضية قضية نجاح اقتصادية على بالك كيف يمكن انك تقوم بعمل بيزنس يعني اون افير انك تلاقي دو زون دافير عندما يتلاقاو زوج يقدروا يتفاهموا قيمه يقدروا ما يتفاهموش انا نظن بلي دور المنظمات سواء المنظمات ارباب عمل او منظمات يعني مثل تاع السيد الوزير هي الهدف تاعها كيف يمكن التقارب بين الاشخاص نوتر رول سي دو كري دي كاربور دو رونكونتر مي لا رولاسيون دافير سو ني با ا موا دو لا كري مش انايا انت اذا عندك منتوج مليح وعندك منتوج ذو تنافسيه وعندك اسعار مقبوله وشكون يمنعك باش تدي اسواق كي 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 استاذ يعني نعرف بزاف من الشباب نجحوا باسكو اولا عنده منتوج ذو نوعيه كبيره جدا عنده اسعار تنافسيه وعنده طرق تسويقيه يعني جديه اذا كان هذه النقاط الثلاثه الباقي ما نقول سهل يمشي. الباقي يعني غادي يمشي ما تستناش من منتدى رؤساء المؤسسات انه يجيب لك على طبق كونترا سا سا نيكزيست با اي موا جو سو بوكا نو او اف سي اون اي كونتر سا نو فولون كو نو فولون امبوزي لو برودوي بار لا كاليتي انتوما خاضعين للصفقات كيما حنا صحيح اسمح لي استاذ والله غير نقطه قررنا باش ننظموا ننظموا ان شاء الله لقاء بي تو بي اونت لي زونتربريز الجزائريان باسكو المشكل واش المشكل الجزائر تفضل مشكل معلومه ممكن جدا انه عندك مؤسسات عندها نشاطات اقتصاديه وتستورد ربما جزء من العتاد او من الالات من الخارج مع انه نفس العتاد وربما بجوده اعلى وربما بنوعيه احسن وبسعر احسن موجود في الجزائر اون سيريو بروبليم اسمح لي اون سيريو بروبليم دانفورماسيون دون سبي دونك نو زافون Nous proposons, et d'ailleurs nous allons le faire, une grande rencontre, c'est moi le carrefour de l'entreprise algérienne, où tous les MOSSSF, ça va être dans l'APSIO ou dans l'APSIO, je vais être plus dans l'APSIO. Nous l'avons, nous allons dire, « Binetkoum, qu'il y a un travail. » لازم الان يفو شيرشي لازم نبحث عن كوبيراسيون لا سينير بلوس دو لا سينيرجي باسكو يا اوجوردي يا دي بوسيبيليتي دو سينيرجي دون نوتر بيي اون بوتيت انتربريز غراند انتربريز موين انتربريز يا دو تو ا كونديسيون بشرط تفضل انه المنتوج يكون ذو نوعيه
يكون بأسعار تنافسية. إذا كان هذه النقطتين موجودين، التنافسية والنوعية، مقبول جدا. ربما هو نكمل بهذه النقطة وردة باختصار. احنا مثلا كمنتدى رؤساء المنتدى باش نروج للمنتوج الجزائري، يقول لك احنا المنتدى مش كلام برك، أفعال. باش نروج للمنتوج الجزائري أنشأنا بصمة جزائرية، لأنه أنا كمستهلك عندما ندخل للسوق باش نشري، حتى كمستهلك يعني عادي نشري منتجات ثانية، لازم نفرق بين المنتوج الجزائري والمنتوج الأجنبي. فمنتدى رؤساء المؤسسة أنتج يعني خرجنا أوريجينال جيري غارونتي تحت تسمية بصمة أونبرين، بصمة جزائرية، حتى نميز بين ما هو جزائري وما هو أجنبي. هذا ماشي معناه باللي راح أي منتوج نديروا له بصمة، لا، نديروا المنتوج اللي يكون عنده نوعية، فهي ويكليت على كل حال، ولكن نوعية بالدرجة الأولى. علاش؟ حبينا نعطي دفعة جديد للإنتاج الوطني، لأنه الإنتاج الوطني موجود. Il y a une réalité algérienne qu'on ne veut pas voir. Il y a une production nationale. Elle existe. هو هو يقول لك السيد بوشوار، عفوا السيد بن عبد السلام، هو يقول لك انه بن عبد السلام، عبد السلام هو السيد ضيافات، يقول انه المشكل هو مشكل الحصول على 20% فيما يتعلق بالصفقات العموميه. هو مسؤول. لا ماشي سؤال، انا حبيت نطرح له استاذ، نطرح لك سؤال. لا هذا احنا رانا خاضعين فيما يتعلق بالصفقات العموميه. نعم، نساوي 20% من المشاريع طبقت ما طبقتش، نو نخليهم، ننساو سياسه الاتكال هذه، ما نتكلوش، وني دي زونتربريز خاضعين نفس قانون الصفقات. انا جي لا دو، عندي لا دو كون كاليفيكاسيون، نهضروا في المقاوله ومن بعد نروحوا للمنتوج. ما يخفاش عليك باللي اليوم دي زونتربريز كي ديتيان لا 5 6 7 كاليفيكاسيون، اللي يدخل يسوميسيوني مع اللي عنده لا 2 ولا 3، يونا بلان. اللي عنده 6، اللي عنده 600 خدام، وهذا عنده 4 خدامه، كيفاه راه يخدم معاه؟ صافي كاين يعني، كنا نتكلموا على الثقه ونتكلموا، لازم هذه المؤسسات الكبيره هذه لازم تكون فيه قوانين. قال يا اخ اون فالي بيرتوري لي زونتربريز، كل واحد وين يخدم، لازم كل مؤسسة تحترم نفسها. ما نبقاوش ماناش يعني دوكا نخدموا باش باسكو كاين اونتربريز تخدم تكسر 100 مؤسسة، وهذه ما خاضعين نفس القانون. هذا هو لو بروبليم تاعنا، عندنا ندخلوا في دي سوميسيون امبوسيبل تدير. نعطيك الجواب. اعطيني الجواب بسيط. تفضل. وهنمت لك حرية القرار احنا كمؤسسة، إذا اعتبرتني أنا كممثل مؤسسة كبيرة. هل نحن نمتلك حق القرار؟ الصفقات العموميه هذا واش يظنوا الناس؟ قضيه حكومه. الصفقات العموميه قضيه حكومه. انا متفق معك تماما. احنا واش حبينا؟ حبينا كي تدي انت ان كرون بروجي دي مليار في لي 20% دخلها لك، الفو سو تريتي افيك سي زونتربريز باش تدي لو بروجي، تديهم دي بوان في التكنيك. خليني نعطيك موقف منتدى رؤساء المؤسسه في القضيه. انا مع، او منتدى رؤساء مع تدعيم هذه المؤسسات الصغيره، لان هي مستقبل الجزائر. يعني لا يمكن ان ننظر لمستقبل الجزائر بدون هذه المؤسسات الصغيره، وربما حتى بيو شبال دي تي بيو. لان علاش؟ لان نوع المؤسسات يمتاز بنوع من الحركيه، سي دو لا فليكسيبيليتي دون لا جيس. دونك هذه واحده، النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما تنساش باللي منتدى الرؤسات من المطالب تاعو الاساسيه سي ان سمول بزنس اكت. نحن اللي طلبناه، قلنا يا جماعه الامريكان اكبر دوله ليبرالية في العالم، وقررت باش جزء من الصفقات العموميه يذهب للمؤسسات الصغيره المتوسطه. كيف يمكن يفزر من دوك؟ نحن هذا من طلبات نتاع منتدى رؤساء المؤسسات. بقات نقطه ثالثه، هي كيف نضع جسور دي باسريل بين مؤسسات ربما لها هذا الكاليفيكاسيون سي سا 7 ولا 8، ومؤسسات ما عندهاش. هذه قضيه تقارب. نحن كمنتدى مستعدين اننا ربما نوجد نوع من الفضاء، من الفضاء نتلاقاو مع بعض ونشوفوا كيف يمكن. اون توت ايتات كوز، اون توت ايتات كوز، سيت ديسيزيون دو بيرميتر ا لونتربريز ا لا بتيت اونتربريز دو سو ديفلوبي او با، سي اون ديسيزيون كي لوسكي ساجي دو كونترا دو مارشي بوبليك كي ريليف اسونسيالمون دو لوتوريتي بوبليك با دي زونتربريز. لي زونتربريز نو اوكان بوا لا تسو. مي انا لا نظن، ما نظنش باللي ممكن الجزائر تنطلق بدون هذه المؤسسات الصغيره والمتوسطه والصغيره جدا. اكيد المنافسه غير نزيهه، يعني با ايكيطاب المنافسه ما بين المؤسسات. يعني با ايكيطاب. تفضل تفضل استاذ. انا من في كي كنت في الوزاره ذاتها تكلمنا على 20% بور لي تي بي موجود، هذا اللي بي ام. لا لا، هذه زمان. نعم موجود في 2001. الان لازم اجراءات من الدوله ذاتها.
إجراءات. قال في أي ولاية أو في أي بلدية، قال عندك 20% نتاعك، 20% من الصفقات العمومية، قال تروح للمنافسة بين المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة 20%، ما تدخلش تتنافس. لكن هذا غير مطبق اليوم سيد صماري، هذا غير مطبق اليوم. هذا غير مطبق. لماذا غير مطبق؟ غير مطبق لسببين. نعم. السبب الأول ماشي في كل بلدية موجودة، عندنا لي تي بي ولا لي بي ام، هذه واحدة. نطبقوه وين وين موجود اللي هاني جاي. يعني استاذ صماري كاينه في كل ولاية. نعم. إذا كانت موجودة نطبقوها. وإذا عادت موجودة، وهذه هي أكبر مشكلة اللي راح تواجهها المؤسسات لي تي بي او اي لي بوتيت يعني انتربريز، هي كيف نرافقها من أجل لا سيرفي. باسكو المؤسسة سي ان اتر فيفون، سي ان اتر فيفون، تجي ليدي ومن بعد تجي لا كرياسيون ومن بعد تجي التطوير. التطوير هذا يتطلب مرافقه. النادي الاقتصادي الجزائري احنا قدمنا هذا المقترح اللي ان المنافسه في ال 20% تكون بين هذا الصنف من المؤسسات. ثم الامر الثاني اللي كان يعني هو قرار ولازم ينخرط فيه الجميع، ينخرط فيه المؤسسات الكبيره والصغيره والمتوسطه، هما لي بيبينير دونتربريز. لي بيبينير دونتربريز لازم يعني يتفاعلوا من طرف الدولة ومن طرف أيضا المؤسسات العمومية. ولا هنا اللي خلينا نتكلم على الاقتصاد الآن، يتكلم على الأمريكان اون دي غروند انتربريز سوسيتي لونو عندها اللي تتعامل معها تقريبا 15 إلى 20 ألف بيتيت انتربريز. بصح وين يجي القرار؟ سمعني وين يجي القرار؟ يجي القرار من الدولة ذاتها. نتكلم لك ونختم لك بهذه. يعني الآن احنا عندنا الاحتكار الآن الحمد لله رايح يتنح، لأنه فيه إجراءات قانونية اللي رايحة تكون. هذا الاحتكار لما وجدت الماريكان ذاتها، وجدت إن انتربريز اللي كانت محتكرة أكثر من 40%، لأنه أيضا قضية الاحتكار لازم يتحدد لها السقف. ماذا فرضت؟ فرضت عليه هو ذاته يشارك في إنشاء مؤسسات مصغرة، مؤسسات صغيرة من أجل الخروج من أجل أولا لا سوتريتونس، ولكن أيضا من أجل الخروج من عملية الاحتكار. لأن كثير من الأمور هذه تتطلب منا مجهودات مشتركة. ما نقولوش هذا الطرف الطرف الحكومة فقط أو طرف المؤسسات فقط. الآن أنا دائما نأكد بلي القضية الاقتصادية هي قضية سينرجي وإن كويرونس أنتر tout ce qui est la composante de la société algérienne, parce que la société algérienne كل تبحث على السعادة. السعادة منين؟ صح كاين السعادة الفكرية والدينية وكذا، ولكن ايضا السعادة في الحياة المعيشية حتى تخليه يعيش في الكرامة نتاعو. والانتربريز لما يغامر وين ابائنا اللي نشأوا المؤسسات الاولى صح غامروا في وقت صعيب، ولكن لي جون درك ايضا راهي مغامره، لانه يخلي ربما تخصص تاعو وينطلق. هذا يطلب منا التكامل وان شيرش دي باسريل دون طون دي تيران دو يعني تاع التقاء وننطلق جميعا. مش قضيه منافسه بين هذه التنظيمات بقدر ما هو تكامل وتعاون بين هذه التنظيمات في وقت اقتصاد شرس. كاين اقتصاد شرس الان على مستوى وضعيه اقتصاديه صعبه في الجزائر، كاين لسنوات عديده الاستيراد خدا منحه يعني تصاعدي كبير جدا، حيث وصلت فاتوره الاستيراد في 2014 الى 60 مليار دولار. اليوم نريد تقليص هذه الفاتوره من خلال اجراءات، واهم هذه الاجراءات هي تحفيز المستثمرين على ولوج عالم الإنتاج. هل هذا ممكن اليوم في ظل التسهيلات اللي كانت موجودة على مستوى الاستيراد سيد صماري؟ شوف أولا قلت كلمة on a pas on a mal géré la fortune on doit gérer scientifiquement la crise. لا كريس انا نقول باللي ما ناش في فوهه البركان تاع لا كريس، ما لازمش نسودوا الوضع باللي خلاص والان الجزائر راحت. لا مازال ما وصلناش لفوهه البركان. احنا الان رانا في لي زالونتور نتاع فوهه البركان تاع لا كريس. اون دو لا جيري سيانتيفيكمون الامر هذا باش نقلص يا للاسف نعم. يا للاسف ان الاستيراد سي اون ديسيزيون مي لا برودكسيون سي با اون ديسيزيون. لا برودكسيون سي اولا ثقافه. لازم انا قلت قبل قليل باللي ثقافه العمل لازم نرجعوها في الجزائر، وفي ثقافه لا مان دوفر كاليفي ايضا لازم تترجع، وهذا يتطلب منا جهد كبير. الجهد هذا يتعلق اساسا الان
حدي الان ما هي المنتوجات اللي رانا نستوردها، ما هي لو طو دانتيغراسيون اللي حنا لازم نطالبوا به، ما هي المناطق. حنا كنا نتكلم في الجزائر على اننا نحدد لكل منطقه خصوصيتها الاقتصاديه، خصوصيتها الاقتصاديه. حنا هذا الامر لازم نسرع فيه، ونسرع فيه ايضا بالمجهودات المحليه، بلا ما نقول باللي نغلق الباب على على لو سافوار فير اترونجي. ما احنا عندنا ايضا مجهودات محليه اللي قادره توصل الى بر الامان، لانه اذا احنا وصلنا المواطن الجزائري الى النيفو دو في كبير، مش رايح يتراجع عليه، عندئذ انت مطالب ايضا انك تسهل للمنتوجات. وانا نزيد ناكد باللي الاداره المحليه عندها دور كبير. محيط الاستثمار، انا اذكر في جويليا 2013 خرج السيد الوزير الاول سي عبد الملك سلال، وكان انا درستها وقريتها، خرج 13 اكسيون داميليوري لو كليما ايكونوميك. هذيك 13 لو غير طبقناها، لو درنا فقط، هل تنفذت ولا ما تنفذتش؟ لو تنفذت في 2013 انا عندي يقين باللي الان رانا في وضع اخر. مي اني جامي ترو طار بور بيان فير، اون دوا يعني ننطلق في هذه العمليه ونحدد. احنا في لاغرو اليمونتير، في لاغرو اليمونتير ما وجدناش، اسمح لي مليح، في لاغرو اليمونتير في المنتوجات الفلاحيه نتاعنا الصيف الماضي الطماطم قعدت تنطش. نعم، حتى هذه السنه يعني البطاطا طماطم يعني مشكله. فنحتاج جهد، ولكن جهد المجموعه الوطنيه ككل بجميع مكوناتها. نعم، وهذا يعني لب موضوعنا اليوم، هو دور هذه المؤسسات، يعني هذه التنظيمات الاقتصاديه في توعيه المؤسسات، في توعيه المستثمرين بضروره يعني الاتجاه الى اقتصاد بديل. فيما يتعلق سيد بن عبد السلام المستوردين اللي نحولهم الى منتجين، موقف الافسي في هذا المشكل؟ il faut pas diaboliser l'acte d'importer. L'importation c'est un acte économique très important pour une économie. Il est important, il est important pour nous d'importer. نتكلم فيما يتعلق مثلا في مشكل في ليس مشكل في ملف السيارات، يعني تحويل هذه الاستثمارات. نعم تفضل. Il est important de ne pas diaboliser l'acte d'importer parce que l'acte d'importer c'est un acte économique. L'استيراد هو عمل اقتصادي. نعم. والجزائر بحاجه الى استيراد بعض المعدات، بعض الالات، بعض التكنولوجيات ضروري. هذا الشيء مفروغ منه. المشكل فقط هل من المعقول ان الجزائر اكبر دوله في افريقيا تستورد 10 او اكثر من 10 مليار دولار كمواد غذائيه؟ سا سي ان بروبليم. هل من المعقول ان الجزائر التي اصبحت لها ان قاعده صناعيه فيما يخص الصيدله دون لا فارماسي، هل من المعقول ان تستورد اكثر من زوج او ثلاث ملايير دولار سنويا من الادويه الى اخره؟ فلو بروبليم سي با لامبورتاسيون، لو بروبليم سي كيلي لو موديل ايكونوميك كو نو فولون ميتر اون بلاس. انا لا هذه الفكره عن الاستثمار الاستيراد بصفه عامه، ما هو على تحويل بعض الاستيراد مثلا في سوق السيارات الى انتاج او تركيب يعني محلي جزائري. نحن في منتدى رؤساء المؤسسات نشجع كل ما يسمح بانشاء القيمه في الجزائر. تو سكي بيرمي دو كري دو لا فالور ان الجيري بيان فوني، سواء كان تركيب او كان انتاج كلي. هذا لو بروبليم ني با لا، لو بروبليم سي كومون كري دو لا فالور ان الجيري، كيف يمكن انشاء القيمه في الجزائر. سيد طوالبي، هل يتصلون بكم مستوردون يريدون تحويل استيرادهم الى انتاج جزائري؟ الان عندنا بعض المستثمرين المستوردين المصدرين الاجانب اللي حبوا يصدروا المنتوج تاعهم للجزائر، حابين يتاقلموا مع القوانين الجديده في الجزائر، بحيث انهم حابين يدخلوا في شراكه 49-51، بحيث انه المد الاوليه دائما يبقى يجيبها من المدن. نعم، هذا معمول به. نعم من مدينه الموطن. هذه مهمه جدا، بحيث انه الان الحكومه وحتى المستثمر لازم يكون ذكي، لازم يكون عندنا ذكاء اقتصادي، لانه الان العالم كله يواجه ازمه، مش الجزائر فقط. والحمد لله الجزائر ربما راهي في منأى على الازمه، لانه عندنا كل الفرص ل كيف نقولوا نهربوا من الازمه، ونروحوا لتفادي الازمه. لتفادي الازمه ونوصلوا الى بر الامان.
احنا الان بوابه افريقيا اوروبا كلها محتاجه الى تقليص فاتوره استيرادها ولا توريدها للمنتوج الغذائي الى كل دول افريقيا. احنا لازم نلعبوا دور الوسيط اولا باش نستفادوا من دور الوسيط. لازم الحكومه كما ذكروا الاخوه تلعب دور المرافق للتنظيمات اللي راهي تلعب في دور كبير جدا لمرافقه المستثمر الاجنبي لتغيير المنحة من الاستيراد الى التصنيع. احنا عندنا دائما امل انه المستثمر ما لازمش يخاف. والتخوف هو اللي يخليه يفكر باللي انا ولفت نجيب لامبور امبور هي اللي تفيدني، ما نقدرش لو كان ننتج ما يعاونونيش، مين راح نجيب الماده الاوليه؟ لكن لو اننا نصنع الوثيقه راح يكون عنده مكان كبير في السوق الجزائريه ويقدر يصنع تنافسيه في الاقتصاد العالمي. نعم، ذكرت كلمه ثقه. سيد سماري، يعني كسؤال اخير، هناك من هم رؤساء مؤسسات اقتصادية يقولون أن الانخراط تحت لواء هذه التنظيمات الاقتصادية يعني هو دعم للمسؤول المباشر لهذه التنظيمات، يعني هو المستفيد الأول والأخير من مثلا النادي الاقتصادي، المستفيد الكبير منه هو السيد سماري. ما تعليقكم عن هذا؟ مستفيد في واش؟ من مزايا يعني من مزايا. مزايا أولا نتكلم عن النادي الاقتصادي. نعم نتكلم عن النادي الاقتصادي الجزائري. أنا رئيسه منذ 3 سنوات وبعد سنتين تكون الانتخابات، فالأمر هذا بسيط ومفتوح لمن يشارك. الأمر الثاني، احنا لما تكونوا يعرفوها كثير من الإخوة اللي يكونوا في هذه المسؤوليات، لما تكون انت مسؤول في مثل هذا النادي اللي فيه عدد كبير من الخبراء والباحثين ورجال الأعمال، تولي تجري للآخرين، ما تقدرش حتى تتكلم على نفسك. أمر يعني هذا الأمر اللي لازم يكون واضح. الأمر الآخر هو الثقة هذه. إذا ما ثقتش، أنا نقول له معليش، إذا ما ثقتش وروح دير إسباس آخر، ديروا يا سيدي وخلينا سنلتقي. انت اشرتي قبل قليل وصحح لي شويه سي نسيم ان العدد لا يصل الى 5%. ها يا سيدي قدامك الان 600,000، قال 100,000 راهي منخرطه في هذه التنظيمات، قدامك 600,000 وتفضل تفضل خلي كيفاش تجي هذا الجميع، لان احنا الان في عالم الواحد وحده لا يستطيع ان يقوم باي شيء. التنظيم الان حتى التنظيمات هذه اللي راهي موجوده تتطلب مثل ما اشار الاستاذ ابراهيم قبل قليل، تتطلب اننا نلتقي في فضاءات مختلفه. انا نلتقي الان، انا لا اجد اختلاف كبير في الطروحات، لا اجد بل اجد يعني النهوض بالاقتصاد لان طريقه شوفي الرؤية. اشار لها في البدايه ونختم بها. الجزائري صعيب باش تولي عنده ثقافه العمل الجماعي. العمل الجماعي، شوفي العمل الجماعي راهي ثقافه مش لا اقول لسنوات، لمئات السنين، حتى تخلي روحك تقول انا تيان انا راني الان عندي في هذا، وحنا رانا نلتقي برؤساء ونتكلم معاهم حتى نجد هذه الفضاءات المشتركه اللي نقدر نخرج الى الوجود. والجزائر ما زالت تحتاج الى على الاقل على الأقل إلى مليون إلى مليون ونص مؤسسة، بين مؤسسة مصغرة وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، ويا ربي تستطيع أن تلبي هذا القدرة الشرائية تاع المواطن الجزائري اللي راهي ارتفعت كثير. نعم. فأنا نطمئنه هذا اللي يقول لك هذا الكلام، نقول له تفضل وانا نسهل له أسهل من ذلك. نعم. نقول له تفضل، وإحنا ماناش دايرين شروط، قال باش تترشح عندك لازم يكون عندك سنة انخراط وكذا، تفضل إذا كان عجبك الطرح تفضل، بعد ذلك سنجد كثير من الأمور، لأنه احنا في النادي الاقتصادي الجزائري نأكد على نقطة مهمة جدا وهي أخلقت الحياة الاقتصادية في الجزائر. نعم. لأنه نقدم الآراء تاعنا الحمد لله قدمناها في مجالات مختلفة، وأيضا ندعم ونسند المؤسسات المنتجة. ودائما كنت نقول لواحد قبل قليل، قلت له قبل لا تنجح في تنظيمك الخاص انجح في تنظيمك الذاتي، يعني لأن النجاح كل متكامل إن شاء الله نتعاون في كله، لأن نجاح أي واحد هو نجاح للجزائر، ولازم نحيو هذيك النظرة هذيك تاع اشتراكي وشيوعي وثقافة الحزب. سيد بن عبد قالوا علاش نجح هو أنا مقلق، لا أنا نفرح، جدي كان يقرينا يقولنا شوفوا وليدي
خل ادعي وعاون جارك بالربح، لانه لما يربح هو رايح انت تمشي متهني، وهذا هو اللي ندعي له احنا جميعا ان يربح الجميع. سيد بن عبد السلام، نفس السؤال، هناك من يعيب على انه الاف سي يو محتكر من مجموعه قليله من رجال الاعمال، سي اون كارت فيزيت فور لوغ بروبر انتيغي، ما تعليقكم عن هذا السيد؟ هذا رايي. هناك من يعيب على الاف سي هذا السيد، فهم احرار في ارائهم، ولكن القضيه هي قضيه عمل في الميدان. ذكرت لك ذكرت لك مجموعه من الاجراءات اللي طلبناها منتدر المؤسسه، ووصلنا نتائج دي بيناليزاسيون دو لاك دو جيستيون، بروموسيون دو برودوي ناسيونال، بروبوزيسيون دان بلان ايمرجونس. هل هذا يخدم فئه؟ هل هذا يخدم شخص؟ هذا يخدم كل المؤسسات الجزائريه. نعم. نحن في العمل، نحن في الميدان. نعم السيد ضيافات، يعني اخر كلمه ممكن نوجهها كرئيس للجمعيه، كرئيس الجمعيه، هل لديك امتيازات مقارنه باعضاء الجمعيه؟ يعني عندي هو مسكين انا يعني يجي لي بروبليم، يعني عنده بروبليم الشخص اللي يتكلم عليه الاخ سمار، يعني بدون ذكر كان يتكلم عليا. بالنسبه للبروموسيون دو لا ميكرو انتربريز دو برودوي الجيريان، احنا نتمناو انه هذا اللقاء اليوم تعرفنا بالاخوه الكلوب ايكونوميك لافسيه و كايد مركز كايد المركز، نتمناو خاصة نفسيه اللي عندهم، يعني رانا نشوفوا لو كلوب ايكونوميك اللي مثل مؤسسات، حنا نتمناو اوطون كو ريبريزونتون دي ميكرو انتربريز اي دي بيتيت انتربريز، الشيء اللي كنا نحكيو فيه، لان توجهنا واحد، توجه واحد بين الاقتصاد. الاقتصاد يبدا بنجاح الفرد، حنا مؤسسات نتمناو ان شاء الله تكون فيه اتفاقيات في القريب العاجل في اطار المناوله وفي اطار يعني ان شاء الله انتم ادرى بهذا الشيء وتكون يعني سير تيرا. هذا سيد بوطالبي، نداء للمستثمرين للتسويق بمنتوجاتهم، للتسويق بصناعتهم عن طريق المركز نتاعكم وعن طريق مراكز اخرى وعن طريق حتى التنظيمات، يعني مثلا لندي وحتى المؤسسات. نعم. احنا ننظم في شهر ماي، عندنا ثلاث ملتقيات في السنه. شهر ماي عندنا ملتقى الاستثمار الجزائر في فندق الشيراتون ايام 9 و10، ادعو جميع المستثمرين حتى اخواننا يعني عودونا بالحضور معهم نادي اقتصادي ولفسيو، مشكورين على ذلك. العام الماضي استقطبنا اكثر من 170 مستثمر اجنبي، العام هذا متوقعين اكثر من 300 مستثمر اجنبي للشراكه بطبيعه الحال وليس لتصدير منتوجاتهم الاجانب. ادعو كل المستثمرين الى لازم التحلي باليقظة في الأيام هذه، ما لازمش ننتقد فقط، لازم لي نكون في المستوى، لأنه الحكومة مش هي توفر، لازم لي أنا اللي ندير الثروة للجزائر ونكون دائما بمرافقة من الحكومة. نعم. شكرا السيد بوطالبي، شكرا السيد ضيافات، السيد بن عبد السلام شكرا لك، السيد سماري على كل هذه الإيضاحات. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج الحوار الاقتصادي، نشكركم سيداتي سادتي على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقي في عدد مقبل بحول الله، إلى اللقاء.